تم إعطاء إشارة انطلاق الأشغال في الجزء الأخير للطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رجان وبرج باجي مختار وتيمياوين على مسافة تقدر بقرابة 1000 كيلومتر، والذي أرق سكان الولاية على مدار عقود من الزمن، الذي أصبح إنجازه بمثابة الحلم بالنسبة للكثيرين من السكان من المواطنين، حيث يربط حدود ولاية برج باجي مختار بولاية أضرار، ويعلق الكثير من المواطنين آمالهم على الولي الجديد من أجل رفع النسق في العمل وتحقيق التنمية الحقيقية التي يعد الطريق أولى الأولويات. أحمد طمري. غير ماذا بينا تكمل الطريق، والله لا ماذا بينا خلق فيها شي واحد غير ان شاء الله ماذا بينا لو كان يكملوها. لاباس راه كان تقدم فيها شوي، خالق شي واحد ياك خالق شي واحد لاباس. شوفوا لنا الطريق هذه خدموها في اقرب وقت، نشوفوا نتميزرو ياسر والله السخاين وكشوفوا الحاله كيف يديها اهتمام قصوى هذه الطريق هذه، لان نعانوا فيها بزاف من جهه لامبان ومن جهه الصابلاج والطريق ماشي ما ماشي ما تريك ماشي مع بلاني هايين يعني قاعد يجيب راسها في القدون وباصا تلقوها نيشا في الصابلاج ما باصا ماشي ما يخدموش لنا الديفيس مليح. الشطر الاول هو 40 كيلومتر معبده عند خروجك من برج باجي المختار، ثم تليها الحصه الثانيه هي 140 كيلومتر انجز منها فقط 53 لحد اليوم، وبالتالي الوتيره كانت ناقصه، واليوم عودنا ضبطنا عقارب الساعه باش الوتيره تتغير ويطبق النمط نتاع 3 فرق في 24 طرواف وويت.